65 يوما من الإضراب عن الطعام تهدد حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، وابنته تتوجه برسالة إلى العالم عبر السوشيال ميديا. رسائل ضد الاحتلال توجه أيضا من السودان والكويت. في أمريكا، عنصرية ترامب ترند أول قبيل المناظرة الأولى مع منافسه الديمقراطي بايدن قبل بساعات. وفي حلقتنا سنتعرف إلى رومانيين أعادوا انتخاب رئيس بلدية قريتهم ولكن بعد وفاته بأسبوعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من أنتم أونلاين مشاهدينا، ولكن البداية أكيد ستكون من الكويت نضر، وطبعا تعازينا لأهل الكويت ولكل الأمة العربية والإسلامية بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. كان يعني رمز، وهو المدافع الأول ربما عن القضية الفلسطينية طبعا مع سائر الكويت والكويتيين، وسنتحدث عن الموضوع بالحلقة أيضا. أعلن الديوان الأميري قبل يعني نصف ساعة تقريبا وفاة الأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح، عمره تقريبا 91 عاما، وكما قلت له كثير من المواقف، وكان هناك يعني شائعات كثيرة حول صحته وحول وفاته منذ الصباح الباكر اليوم، وكان هناك نفي وتأكيد للموضوع حتى تم الإعلان بشكل رسمي. نبدأ بداية مع الفيديو الذي نشره الديوان الأميري للنعي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المقفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. طبعا أماني، يعني الأمير الراحل كان يعني يعاني من بعض المشاكل الصحية ومشاكل في القلب، كان يتلقى العلاج في مشفى في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تموز الماضي، وتم إعلان وفاته اليوم. هو تولى الحكم عام 2006 يعني بعد صراع ربما أو نزاع على السلطة في الكويت، حسمه بإعلان تولي السلطة. طبعا كل الصفحات الرسمية الكويتية للمؤسسات الحكومية والوزارات أعلنت نعته على صفحاتها الرسمية، هذه مثلا وكالة الأنباء الكويتية كونا. أيضا كان هناك نعوات يعني نعي من كثير من الزعماء والسياسيين العرب. نبدأ بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كتب على تويتر: أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا من أغلى رجالها. وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. أيضا بعض التغريدات على تويتر: صالح أحمد عاشور هو عضو مجلس الأمة الكويتي نائب بالبرلمان قال، نعى أيضا على تويتر قال: إن الله وأن إليه راجعون. عظم الله أجوركم يا أهل الكويت الكرام برحيل أمير البلاد والإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وطلب من الله المغفرة له. أيضا كان هناك كثير من التغريدات من كويتيين ومن عرب على السوشيال ميديا. هنا منال الرميحي مثلا كتبت: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وقالت: رحم الله أمير الإنسانية وأسكنه فسيح جناني، ونشرت له هذه الصورة من إحدى جلسات رسمية. كما ذكرت أيضا نضر، كانت التعازي رسمية. كذلك عبد الله بن الحسين ملك الأردن طبعا نعاه عبر موقعه الرسمي على تويتر: فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما محبا للأردن، سمو الشيخ رحمه الله كان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق، كرس حياته لخدمة وطنه وأمته، ولم يتوانى في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي. هذا بالفعل كل ما يقال عنه. أيضا مرزوق الغانم وهو رئيس مجلس الأمة الكويتي والمعروف أيضا بمواقفه مع القضية الفلسطينية نعاه، وكانت يعني صراحة كلماته مؤثرة في هذه التغريدة. كتب له: لقد كنت أيها الوالد درعا لهذا الوطن وأبا للجميع وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها. وكذلك رئيس الجمهورية اللبناني الرئيس ميشيل عون نعى أمير الكويت، كان شقيق كبيرا للبنان ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة، وقف إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها، وأعاد إعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، وأطلق مشاريع مائية وعمرانية. وبدورنا أيضا من أنتم أونلاين ومن الميادين نوجه كل التعازي للشعب الكويتي ولكل الأمة العربية والإسلامية. نعم أماني، أيضا ننتقل إلى موضوع يعني الحدث الساعة الذي
يتطور منذ أيام هو موضوع الصراع بين أذربيجان وأرمينيا. الاشتباكات لا زالت في ناغورنو كاراباخ مستمرة، يحكى عن قتلى وعن جرحى مستمرين منذ أيام، وحتى على السوشيال ميديا كان هناك حرب تصريحات بين الدولتين وخصوصا المسؤولين الرسميين، وحرب صور وفيديوهات. نبدأ من أرمينيا. شوشان ستيفانيان وهي الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية كتبت على صفحتها على تويتر اليوم، كتبت: منذ الصباح الباكر استأنف الجانب الأذربيجاني عملياته الهجومية واسعة النطاق، يتم استخدام قاذفات اللهب الثقيلة توسوان وسميرش والأنظمة الأخرى ذات العيار الكبير، هذه تؤدي إلى تغيير حجم العمليات العسكرية مما يرفعها إلى مستوى جديد من التصعيد. يعني تقول هذه الأسلحة التي تستخدمها أذربيجان ستدفع بنا إلى استخدام مزيد من الأسلحة، وكانت أرمينيا هددت بأنها ستستخدم يعني منظومات صواريخ أخرى. أيضا هنا مثلا هذا الحساب نشر هذا المقطع الفيديو للجيش الأرمني وهو يقوم بإسقاط طائرة بدون طيار أذربيجانية في إقليم ناغورنو كاراباخ. هذا الفيديو شاهدوا ربما على الشاشة ولحظة سقوط هذه المسيرة، أيضا الحسابات الرسمية لأرمينيا على تويتر أيضا نشرت العديد من الصور للدمار والخراب الذي لحق نتيجة القصف الأذربيجاني، ونحن نتحدث عن مدفعية ثقيلة تقصف بناغورنو كاراباخ. هذه الصور من الإقليم حيث هناك دمار كبير، وهناك أيضا صور بشعة يعني لجرحى ولمتوفين. أيضا أخيرا زهراب مونتانسيكيان هو وزير الخارجية الأرمني نشر هذه الصور لعائلات أرمنية وقال: المدنيون هدف للعدوان الأذربيجاني على ناغورنو كاراباخ، لكن لا شيء يكسر العزم والروح القوية لأهل أرتساخ ليعيشوا حياة حرة وكريمة على أرضهم. وهذه الصور انتشرت بكثرة، صور عائلات من تحت من الملاجئ يعني تشاهد التلفاز وتشاهد عمليات القصف. كنا تحدثنا سابقا اصلا نادر، يعني كنا حلقه معا ايضا تحدثنا السبت على ما اعتقد انه تركيا تاخذ مقاتلين معارضين مسلحين من سوريا يذهبوا الى اذربيجان، وكانوا يحذرون من الذهاب الى اذربيجان لانه كان هناك اعلان ارمني عن هذه القوات التي تصل الى اذربيجان. صحيح صحيح تماما. على كل من الطرف الاذربيجاني ايضا كان هناك الكثير من التغريدات. حكمت هاجييف ايضا هو مساعد رئيس جمهوريه اذربيجان غرد عبر تويتر، ذكر مكتب المدعي العام في اذربيجان انه خلال قصف أرمينيا للمستوطنات الأذربيجانية قتل 10 مدنيين من بينهم طفلان، أصيب 30 غيرهم، إن مهاجمة المدنيين إجراء معتاد للقوات المسلحة الأرمينية. كذلك علي العزادي قبل أيام، هو أيضا سفير أذربيجان في باكستان، كتب: قبل أيام قليلة مضت زوجة رئيس الوزراء الأرميني التي تدعو الجميع للحرب وتقديم العروض من خلال المشاركة في تدريب عسكري في كاراباخ المحتلة تزور الآن الجنود الأرمن الجرحى، هل هناك حاجة للترويج للحرب دعوة للحرب؟ طبعا هذا ما قالوا. وليلى كذلك متحدثة باسم الخارجية الأذربيجانية كتبت: نتيجة القصف المدفعي، وهي عرضت صور نستعرضها معا، نتيجة القصف المدفعي للقوات المسلحة الأرمنية في 27 سبتمبر لقيت عائلة مكونة من 5 أفراد مصرعهم في منطقة نفتالان في أذربيجان. أرمينيا تستهدف المدنيين بشكل عشوائي، تتحمل أرمينيا المعتدية المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المرتكبة. نادر، كنت قد ذهبت سابقا مع زميلنا جزاف أبي شاهين السابق بميدان الرياضة إلى أذربيجان، بالحقيقة هي مدينة جميلة جدا، يعني خاصة الأولد تاون تسمى أو المدينة القديمة هناك. نعم، يعني نتمنى السلامة وأن تتوقف هذه الحرب يعني إن شاء الله يا رب في ناغورنو كاراباخ، لأنه يعني هذا الصراع إذا تطور لحرب ربما يعني تكون تداعياته على كامل المنطقة وعلى شعوب هذه المنطقة. إلى الموضوع الفلسطيني أماني، يعني تتفاعل قضية الأسير ماهر الأخرس الذي يعني يخوض إضرابا عن الطعام لمدة أصبح اليوم 65 يوما، حالته الصحية تتدهور كثيرا، يعني هناك مناشدات عديدة للإفراج عنه وإيقاف الاعتقال الإداري الذي يتعرض له، وبالمناسبة اعتقل قبل ذلك منذ الثمانينات 5 مرات يعني، وكانت غالبيتها اعتقالات إدارية. اليوم كان في هناك فيديو لافت لابنته الصغيرة انتشر على السوشيال ميديا، ابنته تقى صغيرة بعثت رسالة للإنسانية، نبدأ بالفيديو نسمعه. يلا. أسير المضرب أنا الطعام. يا عالم وينكم؟ بدي بابا يطلع ساعدوه وقفوا معاه. بدي إياه يودينا على المدرسة وياكل ويشرب.
يعني صغيرة بالحجم بس كبيرة بالفعل. أبسط الحقوق أنه يأكل ويشرب ويوديها على المدرسة يعني. جمعية واعد للأسرة قالت أن الحالة الصحية للأسير الأخرى أثبتت شديدة التدهور والساعات القليلة حاسمة في تحديد مصير بقائه قيد الحياة بعد وصول أيام إضرابه ل 65 يوما. حازم قاسم متحدث باسم حركة حماس كان غرد قال دخول الأسير الأخرى للشهر الثالث من إضرابه عن طعام رفضا لاعتقال الإداري يمثل صورة الصمود والتحدي لشعب يقاتل من أجل حريته وكرامته. وقال يقاتل الأسير الأخرس بأمعاه الخاوية في وجه سجان مجرم ظالم ليعكس قدرة الفلسطيني على المقاومة في كل الظروف وبشتى الطرق حتى يحقق نصرا قريبا. محمد عاطف المصري أيضا نشر صورة للأسير وكتب عن نادي الأسير الفلسطيني لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس. وكذلك كان في فيديو نشر لي طبعا ماهر الأخرس وكتب يعني هذا المغرد الأسير الشيخ ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ اعتقاله ب 27 يوليو يقول تجميد الاعتقال الإداري وإزالة القيود عن يدي خدعة لن تنطلي علي وأنا مستمر في الإضراب المفتوح عن الطعام. نعم إلى الدعوات التطبيع وربما الضغط باتجاه التطبيع مع إسرائيل الذي يمارس وخصوصا على السودان في هذه الأيام. يعني كان هناك شروط حتى يعني حذف اسم السودان من لائحة الدول التي تدعم الإرهاب. كان هناك يعني فيديو لافت لأحد القياديين السودانيين اسمه الناجي عبد الله وهو قيادي بحزب المؤتمر الشعبي ذو توجه إسلامي يعني رفض فيه كان له موقف واضح ويعني قوي جدا. نشاهد الفيديو فيديو قصير. أن الدرب الذي سار عليه شيخ حسن وسار عليه يوسف لا مساومة فيه البتة، لا تسويات فيه البتة، لا نقبل ناهيك عن التطبيع. هذا التطبيع يا شيخ بشير ده نحن ولا دارين فيه منكم خط أخضر ولا أصفر ولا أحمر، ده أصلا ذخيرة حية مباشرة أصلا، ولا بنرجع لأمانة سياسية ولا لأمانة عامة. لكل من عصى وطغى وتجبر الله أكبر، لكل من عصى وطغى وتجبر الله أكبر. يعني رفرف العلم الإسرائيلي هنا وتفتح سفارة في الخرطوم والله إلا أن نكون دفننا في الأرض وتحولنا إلى بترول. نعم أماني، يعني كان هناك أيضا تعليقات سريعا أخذ منها هذا الحساب تاج السر عثمان وهو دكتور وأديب يعني أديب ومفكر سوداني قال عرضت إسرائيل على السودان 10 ملايين دولار للتطبيع بينما عرضت الإمارات 600 مليون حسب ما يقول. هل يعقل أن تكون مصلحة الإمارات من التطبيع أكثر من الدولة صاحبة شأن؟ الأمر أكبر من ذلك، فالإمارات تبحث عن خونة على شاكلتها وعينها على الموانئ والتآمر على إرادة الشعوب. أيضا هذا الحساب نشر هذه الصورة لجنرال سوداني وهو يهرب من قائمة الإرهاب إلى قائمة المطبعين. تتحدثنا في بداية الحلقة نادر بما أنه تتحدث عن القضية الفلسطينية طبعا عن أمير الكويت رحمه الله عفوا أدي كان بالقضية الفلسطينية يعني منغمس حتى الآخر وكان يدافع عن القضية الفلسطينية وكذلك كل هذا الشغف نقله إلى شعبه بهذه التغريدة كويتي ينصب خريطة فلسطين أمام منزله. نرى هذه الخريطة التي كتبت عليها فلسطين بالبنط العريض إذا ممكن أن نقول وكل طبعا حتى بئر السبع وكل المناطق الفلسطينية على هذه الخارطة. يعني مع هذا الخبر نادر نصل إلى ختام الفقرة الأولى من هذه الحلقة. من بعد مشاهدينا لدينا الكثير من المواضيع بعد، لو سمحتم انتظرونا دقائق ونعود. أهلا بكم من جديد. نظر الفقرة الثانية سنبدأها من تحدي على الفيسبوك أطلق تحدي جميل كان صحيح. هو إلى حد ما لعبة ولكن فيه الكثير من العبر، يعني اللي بيتابع وبيقرأ ماني صراحة بيلاقي كثير من العبر وخصوصا أنه فيه أشخاص عرضوا تجارب حية يعني لحظات يكون الإنسان بداية حياته المهنية ويكون هناك الكثير من العذاب والصعوبات، ويعني اللي بيتجاوز هاي الصعوبات والعقبات أكيد بيكون من الناجحين. هذا التحدي كان تحت يعني عدة هاشتاجات أبرزها كان First Salary Challenge ويعني كان هناك مشاركة كبيرة له خصوصا على فيسبوك. أول راتب يعني أول راتب نعم. زينب شميس مثلا نشرت هذه الصورة على سبيل الدعاء بأنه أول راتب أخذته كان من جيبة بيا بس ما يكون بالسرقة أكيد بالسرقة. فطومة كتبت يعني تجربة قالت أول معاش كان 250 دولار
وقتها كان عمري 14 سنه وجدت الصيفيه، وانه انا الاندبندنت وومن، المراه المستقله عبكير وبدي اشتغل. تقول ان وظيفتها كانت عباره عن توزيع علب مشمش مجفف لاي شخص بيشتري علبتين حمص او فول. رضا سوايا ايضا كتب عن هذا الموضوع، وانه كانت اول قبضت 15000 ليره كان اول راتب له، وكان من خلال قطف التفاح، وكان هو وصديقه. وقال بعدها انه بيو قال له اعطيني المصاري، ولكن كلهم كانوا 15000، وهو زعل كثير، ولكن فيما بعد عرف قيمه الذي فعله والده. ايضا كان في ميرفت مراد التي كتب أول معاش كان عمري 17 سنة، اشتغلت بمحل تياب وتحديدا خلال فترة الأعياد. كانت الكثير من العبر فعلا. نظر أي أول راتب عندك لمين كان؟ من وين كان بالأحرى؟ أول راتب لي أنا كنت اشتغلت مع بي بتجارة الأقمشة، فكان أول راتب منه كمان من والدك. ايه بس مش مسترع الحلال. أيضا من مصر أماني، هناك موضوع يعني لطيف، كان انتشار لصورة في تويتر في مصر لأحد أصحاب المحلات أصحاب المطاعم، وهو سوري يدعى يعني أبو عبدو السوري، يقول لك مطعم اللي بيع الشاورما. هذه الصورة تظهر في هذا الخبر، كتب يعني أغفل محله ووضع لافتة مكتوب عليها إكراما إغفال المطعم اليوم إكراما لمطعم أبو عمر السوري. بعد بحثنا تبين انه هذا المطعم الاخر هو ليس يعني اسمه ابو عمر السوري، ولكن هو مطعم شاورما، ولكن يملكه شخص مصري ولكن مسميه ابو عمر السوري، لانه الشاورما ربما مشهوره بمصر. فهذا الامر يعني كان يعني كثير تنقلوا بمصر وغردوا عنه. مضر العباس كتب بادره جميله قام بها صاحب مطعم ابو عبد السوري في شارع محمد نجيب في الاسكندريه، عندما علم بأن جارا جديدا له سيفتتح مطعم مقابله يفصله شارع صغير عنه، فعلق على باب مطعمه لوحة كتب عليها تم بعون الله إغفال مطعم باب أبو عبد السوري إكراما لمطعم أبو عمر السوري، وأتبع ذلك بحديث عن بر الجار، وهو الذي يعني الحديث الذي يقول ما زال جبريل يصني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. ايضا اليوم يا نادر 29 سبتمبر هو اليوم الدولي للتوعيه من فقد وهدر الاغذيه. نعلم انه بالكثير من الدول العربيه وباليمن تحديدا مثلا هناك المجاعه، وهناك الكثير من الاطفال صحيح. الذين يموتون جوعا. اليوم الدولي للتوعيه من فقد وهدر الاغذيه، WFP بالعربي او برنامج الاغذيه العالمي تحدث عن هذا الموضوع عبر تويتر وغرد هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لاطعام الجميع، لكن 690 مليون شخص ينامون جائعين كل يوم، رقم مخيف صراحة. في اليوم الدولي للتوعية بالفقد والمهدر من الأغذية نؤكد على أهمية شراء ما نحتاجه فقط من الطعام، لأنه بالفعل هناك كثر يعني يرمون الطعام بموتهم من الشبع مش من الجوع للأسف. صحيح. International Resource Panel أو IRP أيضا، على الصعيد العالمي يفقد أو يهدر ثلث المواد الغذائية المنتجة للاستهلاك البشري، أي ما يعادل 1.3 مليار طن. وكذلك هذه المغردة، نحن ندعوك للانضمام إلينا في مهمتنا لإنهاء نفايات الطعام الصالحة للأكل واستعادة الموارد. سنذهب إلى أمريكا الآن ونتحدث عن ترامب. اليوم في مناظرة بين ترامب ونظيره الديمقراطي جو بايدن. صحيح يعني قبل بس مش هون القصة، هي القصة بعد ما حكينا على المناظرة، ناطرين لحتى نشوف شو بده يصير بالمناظرة. ولكن يعني كان اللافت اليوم انه كان في حملة على ترامب لوصفه بالعنصري، وهناك بالاساس اساس يعني فيديو انتشر نشره هذا الحساب اسمه ريلي امريكان، يعني قال فيه اتهم ترامب بالعنصرية وأنه لديه الكثير من التصريحات العنصرية. يعني قال هذا الحساب حتى نقرأ: عمل دونالد ترامب أكثر من أي رئيس في التاريخ الحديث لإذكاء التوترات العرقية والإثنية والعنف في أمريكا. قال أن لغته المتهورة والعنصرية لها عواقب عالمية حقيقية وقد جعلت هذا البلد مكانا أكثر خطورة، وأضافت: إذا كنت تتفق معنا بأن ترامب العنصري مسؤول عن الزيادة الهائلة في الجرائم ذات الدوافع العنصرية، قم بإعادة تغريد هذا الفيديو. الفيديو تضمن مجموعة من المواقف العنصرية ونتائجها على أمريكا. نتابع الفيديو. Hate crimes against Latinos in the nation is increasing. Two people accused of attacking a woman and her daughter who were speaking Spanish. Are you here legally? Do you have papers? Big increase in hate crimes against Asians. Asian piece of increasing hate and racism against blacks. A group of white men surrounded him and threatened to get a noose. The largest upticks in the history of hate crime reporting. Too often, just the color of your skin puts your life at risk. You have to speak English. This is a country where we speak English. In America, we speak English. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're animals.
go back to my center. Donald Trump said, black guys counting my money, I hate it. Get that son of a bitch off the field right now, out. You're living in poverty, your schools are no good, you have no jobs. Precious. Yeah, you got it, white power. The Chinese virus. The word coronavirus crossed out and changed to Chinese. The China virus. Kung flu. نعم أماني، يعني هذا الفيديو انتشر بكثرة على السوشيال ميديا، كان هاشتاج ترامب العنصري ترند أول في الولايات المتحدة الأمريكية. الكثيرين غردوا عليه، هذا الحساب كتب في حين أن ترامب مشغول بدفع الأقليات من أجل التصويت له، لا تنسى ما واجهته الأقليات في هذا البلد على مدار السنوات الأربع الماضية ومن المسؤول عن ذلك. أيضا هذا الحساب كتب ترامب العنصري هو كل ما يعني هو كل ما هو خطأ في أمريكا الآن. أيضا جيف كتب، هل أنا الوحيد الذي يعتقد أن هاشتاج ريسست ترامب أو ترامب العنصري يجب أن يكون تريندا كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أيضا بروكلين داد كتب، ترامب العنصري يحرض على العنف ويلهم الكراهية في أمريكا ضد الملونين. أن كتبت، إنه عنصري، هو هذه مجرد حقيقة قوية في هذه المرحلة، يزرع بذور الانقسام في كل يوم وطردوه من البيت الأبيض. ليس بعيدا عن ترامب نظر، اليوم سمعت باعتقال مدير حملته السابق اسمه براد بارسكال، ولكن يعني الموضوع ليس أنه تم اعتقاله بسبب موضوع سياسي، تم اعتقاله لأنه تشاجر مع زوجته، فزوجته قررت، سنتابع الآن هذه الصور معا أو هذا الفيديو الذي نشر من خلال الشرطة الأمريكية، تشاجر مع زوجته فخرجت زوجته خارج المنزل، سمعت صوت تلقيم سلاح ومن بعدها فكرت أنه سينتحر. الزوجة اتصلت بالشرطة، أتت الشرطة أخبرت، طبعا هو أيضا مستشار سياسي كان، أخبرته 100% حتى تموز يوليو الماضي، أخبرت الشرطة أنه لديه سلاح أو ربما يريد أن ينتحر، فأتوا الشرطة وألقوا القبض عليه بهذه الطريقة التي تراها. كانت التغريدات صراحة عبارة عن أنه هذا الرجل لو كان رجل ذو بشرة سوداء لكان قتل، ربما كان التعامل معه مختلف. 100% كان التعامل معه مختلف. سنتابع هذه التغريدات قليلا هيك بسرعة. سارة غونزاليس كتبت، هي مذيعة تلفزيونية، كتبت، إذا كان براد بارسكال أسود اللون فإن اليسار سيحرق المدن فوق هذه اللقطات. هذه طبعا ضد يعني هي تشجع على العنصرية إلى حد ما، ولكن إيمي ردت عليها لتقول إذا كان براد بارسكال أسود لكان قد مات. وكذلك أيضا هناك تغريدة أخرى، هل تواصل معك ترامب بعد ما حدث معك أم بعد؟ وهو هذا الشاب يعني يقول لبراد بارسكيل أنه ترامب سيتركك وحيدا بالحبس. صحيح. سننتقل إلى موضوع جديد من بريطانيا. بريطانيا يعني المتحف البريطاني أعلن أنه سيعيد إلى العراق لوح سومري مسروق عمره آلاف السنوات، ربما يزيد عن 4000 سنة. أعلن المتحف البريطاني أنه ساعد الشرطة البريطانية في التعرف على لوح سومري مسروق من العراق يعود إلى 4000 سنة، كاشفا أنه سيسلمه قريبا إلى سلطات بغداد. هذا الحساب نشر أو ربما أثير الساعدي وهو المسؤول الإعلامي في السفارة العراقية في لندن، كتب، سيعاد تمثال قديم إلى العراق بعد أن تم تهريبه سرا إلى خارج البلاد وعرضه للبيع في المملكة المتحدة. يعود تاريخ اللوحة السومرية إلى حوالي 2400 قبل الميلاد وتنتمي إلى فترة الأسرة الثالثة المبكرة. أيضا عمارة كتب، أحسنت صنعا، يتوجه للمتحف البريطاني ويقول، قال المتحف البريطاني في تموز يوليو 2019 أنه يعمل على تقييم وإعادة القطع الأثرية القديمة المنهوبة من العراق وأفغانستان. نظر، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولكن بما أنه ذكرنا موضوع ببداية بإنترو حلقتنا لابد من الحديث عنه، أنه بقرية رومانية تم انتخاب رئيس البلدية بعد وفاته، كان متوفى بكوفيد 19 ولكن بعد أسبوعين كان في انتخابات وتم انتخابه من جديد لأنه كان رجل فعلا عمل إلى كثيرا لهذه المنطقة التي ينتمي إليها. يكون الإنسان مخلص بعمله ومتفائل. 100% وهكذا كانت أصلا التغريدات. وصلنا إلى ختام الحلقة، نظر، نذكر لو سمحت بالسوشيال ميديا، بصفحتنا على السوشيال ميديا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام تظهر على أسفل الشاشة، وأيضا موقعنا بالعربي وبالإسباني على الموقع الإلكتروني وأيضا أبليكيشن تليفون. شكرا جزيلا لك نظر على هذه المشاركة. مشاهدينا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. متقنا يتجدد يوميا 5:30 بتوقيت القدس الشريف. ابقوا دائما أونلاين وإلى اللقاء.